عايزه اتكلم بقى معاكي في موضوع تاني، هو طالع ترند شويتين اليومين اللي فاتوا ده. هو مصطلح جديد اسمه الايموشنال شوبينج، الشوبينج العاطفي. يعني ايه بقى الشوبينج العاطفي يا ساره؟ يعني مثلا شخص حاسس بطاقه سلبيه، شخص متضايق، شخص متوتر، شخص عنده انكزايتي، بالنسبه له بينزل يعمل شوبينج، يشتري اي حاجه، اي حاجه بمعنى الكلمه. يعني هو مثلا الانسان في العادي، الانسان الطبيعي طبعا مش البنات، في العادي لما بينزلوا يعملوا شوبينج بينزلوا يعملوا شوبينج على الحاجه اللي ناقصاهم، او مثلا بقالهم كتير ما اشتروش، او مثلا من فصل لفصل تاني. طيب الايموشنال شوبينج بقى هو عباره عن ان انا نازله اشتري اي حاجه وخلاص، برفيومز، شنط، جزم يا ساره، اي حاجه انا مش عايزاها، ممكن حاجه متكرره عندي بالوان مختلفه، لمجرد انه انا عندي طاقه سلبيه عايزه اخرجها. المهم بقى فكرة شراء حاجات كتير علشان بس أخلص الطاقة السلبية اللي جوايا واللي عندي، من أنا بهرب من ضغوط، بهرب من توتر، أو بمعنى تاني بهرب من المشاعر السلبية بأن أنا بدفع فلوس في شوبينج كتير جدا أنا مش محتاجة. أيوة أنا بقى من الناس دي بقى جدا، عارفة لو زعلت قوي إحنا من الناس دي فعلا أنا من الناس دي جدا، لما بزعل بتضايق بتحصل لي أزمة مثلا في حياتي زي ما أي ناس بيحصل لها، أول حاجة بفكر فيها انزل اتفرج واشوف، بعدين لما بتفرج ببدا يحصل اغراء، طب انا عجبتني الحاجه دي قوي، طب انا عايزه اشتريها، بعدين ممكن اتفاجئ ان انا بتحصل غلطه كبيره قوي زي ما انت قلتي من شويه، ان انا الاقي نفس الحاجه دي، نفس البيس دي موجوده عندي في البيت، او برول مختلف مثلا، او اقعد اشتري حاجات لتاليا مثلا، او اقعد اشتري حاجات لمامتي او بابايا. فلا لازم يكون الموضوع منظم اكتر، ويكون في شويه قواعد نمشي وراها علشان نقدر ان احنا يعني نتمكن من فكره الغريزه اللي عندنا احنا كبنات، كمان هي موجوده عند البنات اكتر. لا هي دي كارثه يا جماعه. بس اقول لك على حاجه يا ساره، انا بحس انه معرفش ده صح ولا لا، ومش قصدي ان احنا نبعزق الفلوس، بس انا اقصد فيه يا ساره ان الانسان فعلا لما بيكون عنده ستريس او عنده غضب او عنده اي نوع من المشاعر الصعبه ان هو تقبلها دلوقتي وشايف ان دي حاجه هتريحه، ليه لا؟ يعني الانسان وهو مضغوط بيبقى فعلا عايز يتبسط. في ناس بتتبسط يا ساره لما تشوف البحر، في ناس بتتبسط لما بتسافر، في ناس بتتبسط لما بتروح حته مثلا فيها جبال وشمس، في ناس بتتبسط لما بتشتري لبس. فليه انا لو عندي حاله ستريس، بس ده طبعا مش ستريس مثلا انك عندك شويه مشاكل في الشغل، او ستريس مثلا ان انت بقالك 24 ساعه مش بتنامي، لا انا اقصد ستريس حقيقي، يعني عندك مشكله بقالها فتره كبيره جدا مش بتتحل، فانت بتقللي الستريس، فانا مش شايفه ان ده غلط بصراحه. والله بصي يعني هو صح، وفي نفس الوقت في حاجات برضو لازم نتبعها ونمشي أكيد وراها أكيد. علشان ما يعني ما نمشيش ورا الاغراءات بتاعت ايه الحاجات بتاعتها. مثلا اعرف يا فرح ايه، حد مثلا وصل لمرحله اكتئاب شديده، اوكي، وقاعد ومنعزل جدا ومش عايز يعمل حاجه خالص، اكتر شيء ممكن اكتر شيء فعلا كان بيبسطه في حياته ان هو ياخد لفه في مول ويقعد يشتري حاجات. انا يمكن افتكرت الموضوع ده وانا بتكلم معاكي دلوقتي، فانا ما اعتقدش ان الموضوع مرضي، انا بتهيالي ان هو له علاقه بحالتك النفسيه. طبعا ليه علاقه، انت ازاي بتفرغي الطاقه اللي في جسمك، انت حره تطلعيها زي ما تحبي انت تطلعيها، بس ما يكونش مرضي. يعني ما يكونش ان انا مضغوطه عندي مشكله في الشغل النهارده، فخلاص مديري زعق لي او خصم لي، فهنزل بقى اشتري. دي لسه بخصم لك على فكره، ما ينفعش تشتري، يعني انت عندك مشكله اكبر لازم توفري عشان الموضوع ما يتفخمش منك. بس انا بتكلم بجد انه لو في مشكله كبيره جدا وانت ده حاجه بتريحك او بتهدي التوتر عندك، طبعا اعملي لي ريحك اكيد. يعني انت نفسيتك اهم من الفلوس، انت حياتك يا ساره اهم من اي شوبينج، اهم من كل حاجه، المهم أكيد. تعملي اللي مريحك نفسيا بس بحدود، يعني مش بجنون. بصي فكره الجنون دي بقى هي اللي ممكن تقلب مرضي، لكن لو الفكره فكره عاديه ما فيهاش افوره قوي، اي حاجه ما فيهاش افوره دايما بتكون ماشيه في المسار الصحيح، لكن لما الحاجه بتزيد عن حدها دايما تعرفوا بقى ان هي ايه، بتقلب ضدها. صح بالظبط كده. طيب يعني ايه ده مع مين؟ انا اصلا عايزه اخلص اروح اشتري كمان الاكياس اللي شايفاها دلوقتي، شايفه كده الاورنج وبتاع. لا مغريه بصراحه يا جماعه، غيروا لو سمحتوا، احنا مش ناقصين، احنا اساسا بنمسك الموبايل. بصي حكايه الموبايل دي وان انا اقعد اتفرج على كمية الصفحات اللي بتقعد يعني تعرض شوية حاجات، هدوم، شوية أحزمة، أنت بتحبي أكتر حاجة إيه؟ يعني اكتر حاجه بتحبيها شوزات؟ شوز على طول. اوكي يعني مجنونه يعني بالموضوع ده. الشوبينج عند فرح هي بتعشق حاجه اسمها شوبينج، ويمكن يعني
ما بيهدلهاش بالي يا جماعه والله فعلا. انا بكلمها طول الوقت يا فرح انا عايزاكي في موضوع، خلاص يا ساره بس انا هخلص شوبينج وهكلمك. يا بنتي انت مش امبارح كنت بتعملي شوبينج؟ لا لا بس ده حاجه كده، فانا عايزه اعرف الحاجه كده دي خلصت ولا لسه؟ أنا يعني والله العظيم انا عايزه اقول لك على حاجه. انا اصلا معظم المرات اللي بنزل فيها مش شرط ابقى بشتري، انا تواجدي في مول ده بيديني طاقه ايجابيه. يعني انا ان انا شايفه اللبس والمحلات والشورت والحاجات دي انا باخد طاقه ايجابيه بس من منظر المول. خلاص انتوا عرفتوا دلوقتي فرح هتبقى موجوده بس فين؟ بس خلاص حتى عايزني في اي مول في مصر. فاحنا طبعا بنهدي النفوس ومش بنفكر فرح خالص، ان هي كانت وعدتنا قبل كده ان هي هتبطل تطلب اونلاين ولا حاجه، بالعكس خالص خالص يا فرح من اللي انت عايزاه. طب انا بنزل والله العظيم مش بطلب اونلاين، انا بنزل اكتر من اونلاين. خلاص يا فرح بس بيعرفه اعملي اللي انت عايزاه، انا مش هعرف اعدي على خير بعدها، مش هعرف اثر عليكي على فكره، وانا كمان يعني مش هقدر كده اعدي برضو الحلقه غير لما انا كمان اخرج منها عندي انضباط في النفس كده تجاه الشراء وتجاه الشراء العاطفي تحديدا، مش الشراء اللي هو الطبيعي اللي هو انا محتاجه حاجه انزل اجيبها. خلاص يا ساره خلاص احنا حاولنا ومش هنقدر يعني خلاص. طيب. انا صراحه ما قدرتش ماشي. بس خلينا بقى نشارك مع جمهورنا الطرق اللي قريتها علشان نقلل شويه من موضوع الشوبينج ده، يعني من موضوع الشوبينج العاطفي مش من موضوع الشوبينج بصفه عامه. اول حاجه اننا نحط ميزانيه معينه، مش يعني مش هنتخطى الميزانيه الشهر ده مثلا للحاجات اللي انا هشتريها، يعني مثلا ابقى نازله بالمبلغ الفلاني اللي انا مقدراه لنفسي وعلى قد يعني الامكانيات بتاعتي، والله انا مش هكسر المبلغ ده وانا مش هعدي، وافكر نفسي كل شويه. وتاني حاجه انه انا عندي بكره التزامات في البيت، وبكره لسه اكيد انا محتاجه فلوس، وافكر نفسي بورقه كده بالحاجات اللي عندي عشان ما اروحش اشتري مثلا اشتريت فستان اخضر فاروح اشتري بكره فستان الابيض بتاعه هو لا. لازم اشتري الحاجات الاساسيه اللي تبقى عندي في البيت علشان حتى اطلع بشكل مختلف، ما يكونش عندي الفستان بالوان وابقى خلصت فلوسي وابقى برده ما جددتش لبسي. انا عندي واحده صاحبتي كل دولابها اسود، ما تعرفيش الديزاين بتاع اللبس بتاعها من كتر ما كل دولابها اسود، فاهمه؟ كارثه يعني، دي طبعا كارثه اكيد. حاجه بقى عايزه اقولها لكم وهي الاهم، اننا ما نبقاش متسرعين. اوكي يعني بمعنى ايه؟ انه مش اول ما الحاجه تعجبني على طول اجري على الكاشير واروح اشتريها واعرف هي بكام واجيبها على طول، نستنى كده يومين في الاول عشان نقرر اذا كنا احنا فعلا محتاجين الحاجه دي ولا لا. جربوا يا جماعه البوينتس دي وهتنفع، انا متاكده ان هي هتنفع معاكم، لانه مجرد ان احنا عايزين نشتريها وخلاص لان انا حاسه ان انا زهقانه، هنيجي بعدين وهنتفاجئ بالحقيقه ان انا ما بلبسهاش وما بستخدمهاش، فهزعل بقى ساعتها قوي وهحس ان الفلوس طارت في الهوا فعلا. فمش عايزين نصرف فلوسنا وخلاص في اي حاجه. واخر حاجه بقى عايزه اقولها لكم ان احنا نقلل متابعه حقيقي الصفحات اللي بتعمل اعلانات كتير عن منتجات كتير، ايا كانت المنتجات ايه دي بقى، شعر، مكياج، لبس، جزم، اي احذيه، اي حاجه يعني، اي حاجه بتخلينا نصرف فلوسنا وخلاص، لانه فعلا الصفحات دي فيها سحر غريب. والله تقعدي بقى تتفرجي وتبصي تلاقي مودر لابساها وشكلها يجنن، وانت بقى ايه حابه قوي يبقى شكلك عامل زي المودر فتروحي تطلبيها اونلاين على طول. اهدوا شويه على الصفحات دي عشان الصفحات دي فعلا مغريه جدا جدا. يعني اهدوا على نفسكم بس اهدوا على فلوسكم علشان ايه؟ يعني هتنزلي تعملي شوبينج وخلاص خلصتي فلوسك هترجعي تاني يوم مكتئبه ان انت خلصتي فلوسك وما معكيش اي حاجه خالص. المهم انت تخلصي، اهم حاجه عندي اقدر اسيطر عليكي انت الاول. لا خير، هنعمل تشالنج، ايه رايك؟ لا انا هعمل تشالنج بس انا والله بنزل اتفرج اكتر ما بشتري. يعني انا بس اتفرج واشتري بقى بعدها بكام يوم مش في يوميها، يعني ابقى فكرت بس شويه. كلميني قبل ما تشتري. حاضر والله، انا على قد ما اقدر هحاول وكمان انتوا حاولوا، واهم حاجه ان في الاول وفي الاخر كل حد يعمل الحاجه اللي بتريحه نفسيا بس بحدود، عشان زي ما ساره قالت الحاجه لما بتزيد عن حدها يا ساره بتقلب ايه؟ لضدها بس كده.